كلها بقى ليها أخصام، دي الجملة الشهيرة اللي عملت من كزبرة نجم مهرجانات وممثل أفلام ومسلسلات والتيك توك كله بيتكلم عليه، لكن مع حمو بيكا النهاردة ظهر له وش تاني خالص. رامز جلال عمل الصح مع حمو بيكا وكزبرة في حلقة النهاردة من رامز جاب من الآخر، ولأنهم ما بيعرفوش يجملوا الكلام اتخانقوا سوا على الهوا وكان شكلهم غريب. رامز قال إن كزبرة وحمو بيكا هم أميبا الطرب وبكتيريا الغنى، وإن سوء الغنى حالته اتدهورت بسبب وجودنا زيهم، وهم كانوا عارفين إنهم جايين مع رامز يعني كده كده فيها بهدلة. وقال عنهم ظهر التحالف سيطرت على الساحة الموسيقية، بيتنافسوا مين يجعر أكتر من مين، اتنين بيتنافسوا في الابتذال والكلام الرخيص. اول حاجة كشفها رامز في الحلقة ان حمو بيكا قرر يعمل نيو لوك ويغير شكله، وخصوصا اكتر حاجة الناس كانت بتتريق عليه فيها وهي كرشه، علشان كده حمو بيكا هيعمل عملية تدبيس معدة بعد العيد علشان يخس ويبقى سمباتيك، بس اللي مش هيقدر يغيره ولا يعمل فيه حاجة هي خبرته الفنية والمعلوماتية. حمو بيكا مش عارف الفرق بين شادية وصباح، ولما رامز وراه له صورة الموسيقار محمد عبد الوهاب قال له لا مش عاوزه، بس العندليب شغال معانا عادي، لا ده بيفكر يغني له بجد. كزبرة نفس الحكاية، قال على موسيقار الأجيال إن اسمه محمد عبد المطلب، وبرضه اتلخبط بين شادية وقال عليها نجاة، رغم إنه متعلم ودخل الجامعة بس المعلومات في الضياع خالص. أول ما رامز قال كلمة السر اللي بقينا حافظينها كلنا، الكالون في السيفون، علشان يبدأ المقلب والموضوع قلم مسخرة والضحك بقى للركب. كزبرة أول ما شاف حمو بيكا قال إيه الأشكال اللي أنت جايبني معاها دي، ولما رامز شغل السير ودخل الكلب عليهم طلعوا يجروا ومسكوا في بعض علشان كزبرة يقطع هدوم حمو بيكا وهو ماسك فيه. تقريبا دي أول حلقة من ساعة ما بدأ رمضان وبرنامج رامز نسمع فيها كمية التيت دي، شتايم وألفاظ ما طلعتش من أحمد السقا ولا باسم سمرة ولا محمد ثروت، وطبعا البنات الحلوين مي عمر ونجلاء بدر وباميلا الكيك ومرام علي. الجمهور على تويتر كان مبسوط من أول لحظة وقال إن دي أجمد حلقة عملها رامز لحد النهاردة، وإنه رجع الضحك بتاع زمان اللي كان الجمهور متعود عليه. ورغم إن حمو بيكا اتعور بس ما صعبش على رامز جلال اللي خلاه هو وكزبرة يغنوا له أغنية مخصوص لو خايف وسع والداخر علشان رامز جاب من الآخر، وبعدها رماهم في المية عادي جدا، وطبعا كانوا هيغرقوا ما تحملوش اللي بيحصل فيهم. الجمهور على السوشيال ميديا ما كفهمش الضحك اللي كان في الحلقة، وقعدوا يتريقوا على إن حمو بيكا وكزبرة مش عارفين فنانين الزمن الجميل ودخلوا الأسامي في بعضها. حمو بيكا كمان قعد يتريق على نفسه على الفيسبوك ونشر فيديوهات وصور من الحلقة، وقال والله لو كنت تعرف إن الكالون في السيفون ما كنتش رحت. لسه حلقات رامز اللي جاية مليانة ثنائيات مضحكة أكتر، وفي بينهم مشاكل وحوارات تضحك أكتر، ولسه هنشوف نجوم الكورة زي أحمد حسام ميدو وأبو جبل ومصطفى شوبير وغيرهم. كمان الناس كلها مستنية حلقة أيتن عامر اللي طلعت في لايف وكشفت اللي حصل معاها وإنها تعورت وإنهم ما كانوش عارفين بجد إنه ده هيحصل فيهم، بس يعني اللي رايح برنامج لرامز جلال هيتوقع إيه؟ برنامج رامز هو أنجح وأشهر حاجة محافظة على روح رمضان لحد دلوقتي. السنة دي البرامج اللي فيها ريحة رمضان مش كتير، وحتى الفنانين اللي بيروحوا برامج بيكشفوا أسرار وتفاصيل محدش يعرفها مش زي كل سنة. الدنيا هادية زي ما انتوا شايفين، وشكلنا كده النص التاني من الشهر على موعد مع مسلسلات أقوى وبرامج بتضحك أكتر، والتشويق اللي احنا فيه ده هيجي بفايدة، ربنا يستر.